السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهارده حلقه مهمه قوي ودوره تسمين يا جماعه في عز الصيف بدون امراض بدون اي مشاكل باعلى الاوزان. بصوا النهارده هوريكم الاوزان بتاعتنا على الطبيعه في عمر 18 يوم. النهارده كمان هقول لكم احنا استهلكنا علف قد ايه بالظبط بالجرام يا جماعه من اول يوم لحد النهارده اليوم ال 18، وهقول لكم تفاصيل ومعلومات مهمه قوي تطلع معاكم دوره تسمين بدون ولا غلطه. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. طيب النهارده اليوم ال 18 كنا عاملين تجويع بعد ما فطرنا الفراخ بتاعتنا، والوقت طبعا زي ما انتم شايفين كده فتحنا النور وكمان كنا عاملين اظلام. بصوا شايفين طاقة الكتكوت بعد ما فتحنا المكان، بصوا هتلاقوه بيجري بالمنظر ده. طبعا الكتاكيت مفيش فيها اي حاجة يا جماعة، صحتها ما شاء الله ولا غلطة يا جماعة. المكان ده لاخواتنا اللي مش متابعين معانا، ده مكان عادي جدا ولا فيه خلايا تبريد ولا شفاطات ولا اي حاجة يا جماعة، اكتر من باب وشباك وبس كده. وبرضو بنطلع اعلى الاوزان يا جماعة من مكان صغير في البيت، تقدروا تطلعوا اوزان عالية جدا زي ما حضراتكم بتشوفوا معانا في نهاية الدورة. طيب النهارده هتكلمي على ايه يا سمر؟ النهارده يا جماعه هكلمكم على فيتامين احنا بنستخدمه النهارده، هنستخدمه في اليوم ال 18. وبصوا معايا كده شوفوا تجانس الفراخ بتاعتنا، شايفين كلها تقريبا زي بعضها، مفيش حاجه كبيره وحاجه صغيره ولا حاجه تلاقوها تعبانه ولا في حاجه في صوت الكتاكيت ولا في حاجه بفضل الله. بصوا كده على الفرشه ونظافتها، طبعا الفرشه لونها غامق ولكن يا جماعه ناشفه تماما، مفيش فيها اي رطوبه ولا بلل ولا اي حاجه. طيب حاجة مهمة قوي تاخدوا بالكم منها يا جماعة، وهي نظافة الفرشة والتهوية. وقلنا نظافة الفرشة بتيجي من التهوية المظبوطة، طول ما انتم مهويين بشكل صحيح عمركم هتلاقوا مشاكل في دورة التسمين بتاعتكم. اخواتنا كمان اللي سألونا يا جماعة على البط ده، هوزن لكم البط النهاردة، وطبعا لو متابعين معانا هتبقوا عارفين ان البط ده عمره اكبر من الكتاكيت دي يا جماعة 3 ايام. ده بط مسكوفي اكبر من الكتاكيت دي، عمره اكبر النهاردة 3 ايام فوق ال 18، يعني النهارده عمره بالظبط 21 يوم يا جماعه. وما شاء الله طبعا بصوا الاوزان اهي، اخواتنا اللي بيربوا بط وقالوا لي اوزان البط يا سمر علشان نعرف الوزن عندك عامل ازاي زي عندنا ولا لا، هوزنه لكم النهارده باذن الله. هوزن لكم كمان الكتاكيت، وتعالوا نتكلم النهارده على الاستهلاك العلف اللي هم استهلكوه. طبعا لو متابعين معانا هتبقوا عارفين العدد والمكان والكلام ده كله. طيب استهلكت قد ايه يا سمر علف لحد ال 18 يوم؟ بص يا جماعه بالورقه والقلم بالظبط وبالجرام، كل كتكوت من الكتاكيت اللي حضراتكم شايفينها دي استهلك بالظبط الكيلو الا 80 جرام، يعني 920 جرام بالظبط. طيب ال 920 جرام من العلف دول ادونا انتاج لحم قد ايه، او ادونا معدل تحويل قد ايه؟ بصوا يا جماعه شايفين التجانس اللي في المكان اهو، انا بحاول بس اوريكم المكان كله اهو، مش هتلاقوا ولا فراخ صغيره ولا كبيره. معنى كده ان احنا عندنا معدل التحويل كويس جدا. عندنا كمان الكتكوت اللي احنا شغالين بيه ده يا جماعه الايفيان المعدل، وانتم عارفين ان احنا بنشتغل بيه دايما. طبعا هندخل بقى على الشتاء وان شاء الله الدوره الجايه احتمال كبير يبقى قضبي يا جماعه. اخواتنا اللي بيسالونا على الرص، الرص حلو جدا يا جماعه، ممتاز، كتكوت من الكتاكيت المحترمه جدا، ولكن مش اي حد يربيه. ليه؟ لان مش بتبقوا عارفين معدل التحويل بتاعه، هو مش بيحول غير في نهايه الدوره يا جماعه. فاخواتنا المبتدئين مع بدايه الدوره بيفكروا ان الكتكوت مش بيحول وان الكتكوت وحش، ولكن كتكوت الرص اللي هو الكتكوت المظبوط ما شاء الله بيرمي معاكم وزن في نهايه الدوره. النهارده بقى تعالوا نحط حاجه في الميه. بصوا يا جماعه انا هنا عامله مش تعطيش ولا حاجه، يعني هتلاقوا كده في سقايات فيها ميه اهو، شايفين في سقايات فيها ميه، حطيت فيها ميه دلوقتي وفي سقايات ثانيه فاضيه. تعالوا بقى نحط شويه فيتامين كده النهارده علشان يعلوا معانا الاوزان، يحسنهم من استهلاك العلف كمان. طبعا احنا ما عندناش اي حاجه في الشهيه يا جماعه، ولكن برده لازم نحط فواتح شهيه ونحط فيتامينات ونحط انزيمات علشان تبقى هاضمه وتهضم كل حبايه علف يا جماعه من اللي احنا بنستهلكها. بمعنى ان كل حبايه من العلف بنحطها للكتاكيت بتاعتنا لازم نشوفها بعينينا تحويل على الفراخ ايا كان عمرها، سواء من عمر الكتكوت من عمر يوم لنهايه الدوره. بصوا شايفين انا بحاول كده اوريكم المنظر اهو يا جماعه، ده مكان ولا فيه شفاطات ولا خلايا تبريد ولا اي حاجه يا جماعه. ما تتحججوش يا جماعه وتقولوا احنا مش عندنا امكانيات، يا جماعه تقدروا تطلعوا اوزان عاليه بدون اي مشاكل وبرده بدون اي تكاليف وبدون اي امكانيات، علشان بس
محدش يتحجج بالحجه دي، لان بتجيلك كتير يا سمر. ما احنا عاوزين نربي بس احنا مش عندنا الامكانيات، والكلام ده كله يا جماعه مش صحيح. ابداوا واكبروا، يعني ابداوا صغيرين وبعدين اكبروا، ربنا يكرم الجميع. طيب تعالوا بينا النهارده اقول لكم على الحاجه اللي احنا هنستخدمها النهارده من عمر 18 يوم. لو انتوا فاكرين ومتابعين معانا هتلاقونا مستخدمينها تقريبا من اليوم الخامس على ما افتكر كده، كنا مستخدمينها في الدوره دي تقريبا من اليوم الخامس. اهو يا جماعه دي الحاجه اللي احنا هنستخدمها النهارده، وزي ما انتوا شايفين كده ده ايه يا سمر، هقول لكم حالا وهوريكم كمان العبوه الاصليه بتاعتها. هنبدا ناخد من العلبه دي زي ما احنا شايفين كده، لكل لتر من الميه هناخد حوالي سنتي، مش حوالي هو سنتي، لكل لتر من الميه يا جماعه. بصوا زي ما انتم شايفين كده هو بيكون لونه تقيل بالمنظر ده، لازم ندوبه في الميه علشان يدوب يا جماعه. بصوا اهو لو ما دوبناهوش مش هنلاقيه داب. على فكره الفيتامين ده عالي جدا بصراحه، هو فيتامين يستاهل ثمنه. اي نعم هو غالي شويه، والمشكله بقى ان هو بقى قليل جدا، بقى قليل يعني مش لاقيينه. فالحقيقه ممكن ان انا ابدا اشتغل على حاجه تانية واجربها، لو ظبطت برده هتلاقوني برجع اقول لكم على الحاجه اللي احنا هنجربها. ليه؟ لان الفيتامين اللي هو ده يا جماعه لو متابعين معانا هتبقوا عارفين اللي هو الامينوزيم، زي ما انتم شايفين كده ده شكل العبوه، دي اللتر منه يا جماعه اهو، بصوا اهو. طيب الحقيقه وللامانه انا بقالي فتره بدور عليه تقريبا، يعني كلمت كذا شركه كده ربنا يسهل ويجيبولي كميه منه، ولكن الحقيقه هو قليل من السوق. طيب هل ينفع ان احنا نجرب حاجه تانية؟ اه طبعا يا جماعه هنجرب اي حاجه تانية، مش هنقف يعني، الدنيا مش هتقف لو ما لقناش النوع ده. طيب يا سمر انا لو ما لقيتش النوع ده اعمل ايه؟ بص يا جماعه هاتوا اي حاجه، والله روحوا لاي بيطر يقولوا له والله احنا محتاجين يعني فيتامين يكون قوي، فيه انزيمات عاليه، فيه حاجات يعني مفيده، مش حاجات يا جماعه شعبي او سوقي. ليه؟ لان الادويه كمان فيها يعني لعب كتير جدا، وانا قلت لكم الكلام ده كتير. والادويه من الحاجات اللي لو ما اشتغلناهاش صح صدقوني بتصرف علينا فلوس كتير ملهاش اي لازمه. كمان بنجيب ادويه مغشوشه او ما فيش فيها ماده فعاله، شويه ميه وشويه الوان وشويه اي ريحه، شويه توم، اي حاجه كده، اي كلام فاضي بيحطوها ويعملوها ادويه ويبيعوا وخلاص على كده للي هم الاهالي. فحضرتك لما تروح للبيطري قول له والله انا محتاج حاجه تكون مزارع، حاجه قويه، حاجه ان انا اعرف اطلع بيها وزن، سواء الادويه اللي هي المضادات الحيويه، الفيتامينات، اي حاجه يا جماعه. خلي بالكم الحاجات الصغيره دي صدقوني بتصرف علينا فلوس كتير وما بتطلعش معانا اوزان، وتلاقوا ان انتوا بتحطوا خاصه في المضادات الحيويه والادويه اللي هي العلاجيه كمان اكتر من الفيتامينات. ليه؟ لان الادويه العلاجيه دي مفروض ان احنا بنستخدمها علشان بنعالج بيها حاجه، او بنستخدمها قبل ما يجي لنا المرض نفسه علشان نتفادى ان يحصل عندنا امراض لا قدر الله، ويحصل عندنا مشاكل ونافق عالي في دوره التسمين بتاعتنا. فيبقى الافضل والصح ان احنا نشتغل صح يا جماعه، ما يهمناش بقى الدواء ده بكام، يهمنا قبل سعر الدواء يهمنا قيمة الدواء يا جماعة، او الجودة او المادة الفعالة اللي في الدواء. لازم نكون عارفين الدنيا ماشية ازاي، مش نروح كده عند البيطرة يدينا حاجة بعشرين جنيه ولا باكت كده معبأ ملوش اي لازمة وناخده ونمشي ما يعملش اي حاجة. لان الكلام ده بيجيلي يوميا يا جماعة، ناس بيبقى عندها بالخمسمية كتكوت ومش عارفة يعني ايه مضاد حيوي، ومش عارفة هي شغالة ازاي كل الحكاية، هو بيروح يجيب كتكوت. يعني لسه حد مكلمني جايب 500 كتكوت ومش عارف يعمل فيهم ايه بقى في اليوم الخامس، ولحد اليوم الخامس لسه ما حطش ولا مضاد حيوي ولا عمل اي حاجه، كل اللي هو حطه ميه وعسل يعني خمس ايام. طب ازاي الكلام ده؟ يقول لي هو كده، انا سمعت حد بيقول كده نحط عسل خمس ايام. ايوه يا سيدي الخمس ايام دول ما ينفعش اللي انت حضرتك بتحطه، وبعدين انت مش جايب كتكوت ولا 10 ولا 20 ولا حتى 50 ولا 100، انت جايب 500 كتكوت، يعني هيصرفوا عليك علف كتير جدا. عارف يعني ايه يصرفوا عليك؟ ايه هيصرفوا عليك يعني فلوس كتير. فلازم تشتغل صح. يقول لي والله ما انا لسه ما اعرفش وانا لسه بسمع حضرتك لاول مره. ما هو مش سيبك مني وسيبك من اي حد، لازم تكون طالما داخل مشروع لازم تكون على الاقل قاري وفاهم الدنيا فيها ايه، ولازم تكون عارف حضرتك بتشتغل ازاي، لانك بتشتغل بفلوس وفلوس كتير. فاهمين قصدي؟ المهم خلاصة الكلام يا جماعة، لازم تشتغلوا أدوية صحيحة مفيدة علشان توفروا على نفسكم الفلوس التكلفة العالية، وتوفروا كمان الأمراض اللي بتيجي للكتاكيت بتاعتكم. طيب نرجع بقى لموضوعنا، وهو الفيتامين اللي احنا حطيناها النهاردة يا جماعة فيتامين عالي حلو جدا، صحيح غالي شوية قلنا ولكن مش مهم، المهم ان احنا هنشتغل صح. ده اسمه اهو يا جماعة، خدوه سكرين شوت، لو لقيتوه هاتوه، ما لقيتوهوش بقى خلوا البيطري يديكوا اي حاجة تكون عالية. وان شاء الله هجرب حاجة تانية برضو في الدورة دي، لان الدورة دي كده انا عاملاها حقل تجارب للعلف وحقل تجارب كمان للأدوية، على
علشان ان شاء الله اعرف انا هشتغل بايه الدوره اللي جايه او اعممها عندي في الدورات اللي عندي. طيب المهم يا جماعه خلاصه الكلام، تعالوا بقى نشوف الوزن النهارده على الطبيعه في عمر ال 18 يوم. طبعا بفضل الله ما عندناش اي حاجه في صوت الكتكوت تماما، ركزوا معايا كده في صوت الكتكوت ولا الهواء يا جماعه، ولا عندنا اي مشكله من اي نوع الاوزان ما شاء الله، مفيش اسهالات، مفيش اي نوع من انواع البرد، ولا عندنا اي مشكله خالص يا جماعه. ليه؟ لاننا بنشتغل صح. اول مكان ما تخافوش على الكتكوت بتاعكم، اخدوا يا جماعه الكتاكيت بتاعتكم على التهويه المظبوطه، مستحيل ان انتوا يجي لكم برد. البرد بيجي من كتمه المكان، الفيروسات بتيجي من كتمه المكان، الاسهالات بتيجي من كتمه المكان، كل الحاجات دي بتيجي لما انتوا بتكتموا على الفراخ بتاعتكم، صدقوني بتضروها اكتر ما بتنفعوها، وانا صوتي راح في الحته دي تحديدا. اول مكان يا جماعه اخدوا الكتاكيت بتاعتكم على التهويه، صدقوني هتظبط معاكم لنهايه الدوره. انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى وتعالوا بينا نبدا ان احنا ناخد وزن على الطبيعه في اليوم ال 18. تعالوا بينا كده نبدا نفتح الميزان، اهو الميزان صفر يا جماعه زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى كده ناخد اي كتكوت من اللي واقف قدامنا ده، اهو ما شاء الله 970 جرام يا جماعة، 970 جرام في عمر اليوم ال 18 الظهر. شايفين ده الوزن وده الكتكوت من قريب. بصوا يا جماعة الكتكوت ولا ريش ولا اي حاجة في عمر ال 18 يوم بالمنظر ده. لو عندكم المنظر ده في الكتكوت يا جماعة تأكدوا ان دورة التسمين هتطلع معاكم بأمان بإذن الله. هنشيل الكتكوت ده وناخد واحد كمان برضو، اهو يا جماعة كيلو ومية ما شاء الله، اللهم بارك. على فكرة انا متفاجئة من الوزن ده يا جماعة زيكم النهاردة. عاوز اقول لكم على حاجه كمان، انا بجرب نوع علف جديد وقلت الكلام ده قبل كده، لو ظبط ولقيت التحويل بتاعه كويس تقريبا شكله هيظبط. ليه؟ لانه بقاله كام يوم كده الميزان ما كانش عاجبني، ولكن النهارده الوزن كويس جدا. هناخد واحد كمان برضو، اهو يا جماعه 980 جرام، هايل جدا بصراحه، الوزن حلو قوي يا جماعه. طيب تعالوا نشيل ده كده برضو وناخد واحد كمان، هنتمشى كده في المكان نجيب اي كتكوت يا جماعه. طبعا احنا ولا بننقي الكبير ولا بننقي الصغير، اللي بيجي في ايدينا بناخده. اهو يا جماعه 980 جرام، هايل جدا. هناخد بقى حاجه من الالوان دي ونوزنها برده ونشوف الالوان عامله كام. 975 جرام يا جماعه. عاوز اقول لكم على حاجه، الساسو ده يا جماعه اكبر من اللي هو الابيض 3 ايام، قلنا الكلام ده قبل كده، لو متابعين معانا هتبقوا عارفين الساسو اللي في المكان ده اكبر من الابيض 3 ايام، يعني عمره النهارده 21 يوم. الابيض عمره 18 يوم والساسو اللي حضراتكم شايفينه ده عمره النهارده 21 يوم. ده شكله اهو في عمر ال 21 يوم، وزنه طبعا زي ما شفناه حاجه ما شاء الله، ما فيش فيها غلطه يا جماعه. اخواتنا اللي طلبوا مننا دراسه جدوى لان هم خايفين يشتغلوا في الابيض وعاوزين يشتغلوا في التسمين اللي هو الالوان، بصوا يا جماعه ان شاء الله هعمل لكم دراسه جدوى. كل اخواتنا اللي ناويين يشتغلوا في الالوان تابعوني ان شاء الله، هنزل لكم حلقه مهمه قوي قريب بدراسه الجدوى للالوان، سواء كان الجميزه او الفيومي او اللي هو الساسو، بصوا كلهم احسن من بعض في التسمين. حافظوا على نظافة المكان، حافظوا على التهوية، حافظوا على الحرارة، حافظوا ان انتوا كمان تجوعوا يا جماعة وقت الحر، مهم قوي التجويع يا جماعة، واتكلمنا عليه حلقات كتير جدا، مش هنعيد بقى نفس الكلام، ولكن مهم قوي ان انتوا تجوعوا. تعالوا بقى كده ناخد البط ده كده ونحاول نوزن كده نشوف البط هيبقى عامل ازاي. تعالوا كده نمسك اي بطاية ونحاول ان احنا نوزنها. اهي هنحاول بس نثبتها كده، اهو يا جماعه حاولنا ان احنا نثبتها كيلو 500 او كيلو 495 زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عمرها النهارده 21 يوم يا جماعه. عاوز اقول لكم كمان ان البط من المشروعات الحلوه قوي ان انتم تعملوها، ولكن لو تقدروا تسوقوها. اهو يا جماعه دي البطايه في عمر ال 21 يوم كيلو ونص ما شاء الله. ودي كانت حلقتنا النهارده، نتمنى يكون القادم افضل. اشتغلوا ما توقفوش شغل، السوق طالع نازل، اشتغلوا يا جماعه. مهما كانت الاسعار نازله في الوقت الحالي فليها اسباب، ولكن مش دايما السوق واقع بالمنظر ده. دي كانت حلقتنا النهارده، بجد من قلبي بتمنى لكم جميعا التوفيق. عاوزه كل الناس اللي بتتابعنا تشتغل صح يا جماعه علشان ربنا يكرم الجميع. تحياتي ليكم، شكرا جدا على متابعتكم، شكرا جدا ليكم على التعليقات الجميلة.
الجميلة. شكرا جدا ليكم من القلب على الثقة الغالية، تحياتي ليكم، استنونا في حلقة جديدة. لو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. تحياتي للجميع، اشوفكم تاني بألف صحة وخير.